احنا قدام دارنا الثر. وفجأة مستر كورونا ينزل على العالم ويرجعني إلى المربع اللي كنت فيه. يعني الناس اللي تشوف معاوية في الفيديو هي نفس اللي تشوفها في الحياة الواقعية. أتمنى لك توفيق. جزاك الله خير يا رب جميعا. هذا هلال يوم 2000 وكم؟ 2002. أول مرة أشوفك 2002. أيوة. 2003 كنت بادي كذا أكتب قصائد وقصة. وأول قصة انتبه هلال. الموهبة الأدبية. الموهبة الأدبية. فبديت يعني طبعا ذيك الأيام في اختيال بأنك أنت سابق جيلك وعصرك. ويوم من الأيام وديت لقصة من القصص اللي كان فيها استسهال وأشوف هذا البغيض يمسكها كذا ويمزقها. ما صحيح هذا ما يتذكر التاريخ. أنا ما مزقتها، أنا مسكتها رميتها في صندوق المهملات. لا شرختها كذاب علينا عقيتها في الزبالة. ما شاء الله. إنزين. يعني كانت لطمة على أنك يعني استسهلت خلاص بديت أنك تشوف نفسك أنك لا. فرحت وكتبت قصة من القصص اللي دخلتني عالم الثقافة والكتابة والحياة. قال لي شارك به في الملتقى الأدبي. مو ذا الملتقى الأدبي، قال لي فعالية بتحبها. أوكي أهلا. قدمت في الملتقى الأدبي و فزت ولا ما فزت؟ صبر. لقيت محمد سيف ولقيت الكتاب والأدباء واللي هنا كانت تخيل يعني اللي الآن يعني يعتبر يقال يسمون بالكتاب المشهورين في الساحة. عادي أتكلم في التلفون. عادي ترى مبونك أنت ما مسوي سالفة حال حد. هذا من صوت حياة. زين. شيخ. نعم شيخ. بقول لك شيء معاوية. ما بالضرورة إني أستغل كل وقت. أنا تجي لحظات خاصة أفرح إذا كانوا رايحين البلد بين قوسين. أيوة. الجمعة والسبت يعني بين قوسين. فأنا الحرية. الحرية إيش تسوي؟ عادة تقول واحد حر بيصير بيروح كذا. أنا أجلس على الكنبة يمكن تمضي ساعتين ثلاث من أسوي فيها أي حاجة. يا أخي فقط كذا تجلس وبس انتهى الموضوع. يلا هي ذي السعادة. لا تفتح صندوق لا شيء وتفكر في لا شيء. الخلو من الهم كذا يعني الوقت يمر لأنه يمر يعني الناس. أنت موجود. الناس مثلاً ضايقوا في سنتي الكورونا والحبس والمعرف ويش لما تجيك سالفة الإغلاق وكذا. أنا أقول لهم أنا ممكن أجلس شهر شهرين في البيت بدون ما أتحرك. أخبرك. إلا في حدود البيت. أخبرك أنا المضحك في قصتي. أنا كنت كمك، كنت 4-5-6 أشهر أطلع دوبي حلاق أستلم كتاب راجعه حصل 100-200 ريال أدفع به ما يكفينا للحياة وكل مهمتي في هذيك الدنيا جالس تحت لوحة المفاتيح كذا. عندي حلم تطوير مهارة تسمح لي في يوم من الأيام أني أتفرغ للكتابة. أوكي. زين. فجأة قلت أنتفض على وضع تعقد، دخل في إدمان، دخل في سلوك مرضي، دخل في يعني تعقيدات اللي كل حد الآن يعرفها ومعلنة يعني كل حد يتابع ذي القناة على الأقل يعني. فقالت ذيك حالة الانتفاضة إنه لا انهض استيقظ انهض افعل شيء. وبديت بدراجة هوائية وأكسر ذيك عقدة العزلة لين أصبحت أساس حياتي خارج المنزل. ثم اكتملت بأني اشتغلت في مهنة توصيل بالدراجة. فتغير
يعني ذيك انا ذاك تغير كل شيء ذيك الدراقه يعني هين نتعاس استويت من عاد مشتري دراقه بديت اسوي قناه في اليوتيوب بل المال يتدفق طبعا اليوتيوب في بريطانيا يكسب يكسب اشتريت دراقه اللي هي مهيئه للرحله بين المدن انتهى شيء اسمه ان انا ما اقدر اطلع جاء عبد الملك الدغيشي حامي حمى البيئه ضرغام حمايه البيئه هذا عبد الملك كيف حالك عبد الملك الدغيشي كيف صحتك هو حيك. كيف حالك عبد الملك الدغيشي شركه بيئه وهو شاعر استخدم كيس صديق البيئه هذا صديق من استخدام البلاستيك بلي بالبيئه الاول قلل من استخدام البلاستيك قلل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لكن اليوم انا عندي وصلتني هذه الصوره من ابن عمي هذا الاطفال يجيوا دائما ابناء القريه يجيوا دائما يزوروا المكتبه وياخذوا اي كتاب ويجلسوا يقريوا ما بالضروره انهم يشتريوا ابدا جميل فنحن عندنا فكره انه نسوق ونروج للكتاب العماني مقابل انه يكون هناك ايضا هذا مشروع تجاري وفيه الربح يعني ما انكر هذا الامر لا ترى ما لازم كنك تهمه والله وين ما انكر ذا الامر انا ابيع ترى ما انكر سامحوني ترى انا اربحه سامحوني هذه فعلا لا في والله احنا معنا فعلا يوم تجي تبيع كتابك كانك تقول يعني ما شفت يعني لاحظ هذا في شيء منغرس في عقولنا وما اعرف من ابتكر ذا الشيء زين الان بعد التسريح وبعد كل ذلك والحمد لله قراء المعرفة سؤالنا الأخير هل بتفكر في مهنة أخرى بعد قراء المعرفة؟ وفي يوم من الأيام أنه يكون هم عندهم دار نشر كانت أحلام صبيانية من هذيلاك العشرينيين اللي شاركوا في الملتقى الأدبي واللي شاركنا احنا مع بعض 2004 كابتن حمدان أول مرة أنا كنت الثاني بعدك ايوه 2004 اصحاب والكابتن حمدان وبعدين فكره انه دار نشر واحنا وقتها دهشت يعني الجيل الجديد بالذات اللي صعب اشرح له لما اقول له ما حصلت كتاب فما يقدر يستوعب ايش يعني ما حصلت كتاب كنت لتقرا كتاب ايش كان لازم تسوي كان لازم تقراه لازم تمسكه لازم تدوره في المكتبه لازم تسرقه من مكتبات اساتذتك والكلام هذا ما بديهي اليوم اصبح القراءه الكتاب الورقي هو فعل مقصود للاستمتاع به كهبه من هبات الحياه كتجربه مستقله ايوه لكن مش لانك محتاج له لانك تريده زمان كان هو الخيار الوحيد يعني وسائل الترفيه ومعرض الكتاب يذكرنا دائما يعني بجوتنبرغ واحتكار حتى احتكار الورق واحتكار الطباعه وسريه الاتها ويعني تعرف غموض العمليه مش فقط غموض العمليه القدره السريعه على صناعه المعرفه وتوزيعها وادلقه الاخرين بها وذاك سلاح يعني قدرتك على انشاء مطبعه كان سلاح يعني طبعا الى ان شاع والرأسمالية والثورات الصناعيه جعلتها ملك الجميع صار بامكان الكتاب انهم كنت تستطيع ان تغير دوله وكنت تستطيع ان تغير مجتمع وكنت تستطيع ان تكون قويا فقط بمجرد الطباعه الاستاذ محمد سيف الرحبي 37 مؤلف لماذا لا يمل الكاتب ولا يتعب من غواية نشر الكتب لأنه إذا توقف بالنسبة له هي حياة فتتوقف عقلة الحياة عن الدوران فالشغف يبقى مستمر عنده لأنه يصبح تصبح الكتابة بالنسبة له هي كمن اعتاد على فنجان قهوة كمن اعتاد على السير في دروب الاكتشاف أثرا بعد آخر كمن تعود السفر من مدينة إلى أخرى هذه غواية التأليف وغواية الكتابة لو استسلم للإحباط أو استسلم لأي شيء آخر فإنه سيتوقف وبالتالي سيشعر أنه مات مبكرا لكن بهذه الكتابة بهذا الاستمرارية والتدفق يشعر أنه ما يزال حيا وأنه ما زال يتنفس حياة طبيعية أو بالأحرى أنه ما يزال باستطاعته أن يعبر عن نفسه يعبر عن جوهر حياته ومضمونها بكيفية ما بعيدا عن أي حسابات أخرى حسابات الربح وحسابات الخسارة وحسابات حتى الخسائر النفسية ربما نجد الكثير من المؤلفين خسروا نفسيا كثيرا
ولكنهم يشعرون دائما مع كل كتاب أنهم بثمتة أنهم كأنها كمن يشتري التذكرة الأخيرة في سحب يا نصيب قبل أن يخسر كل شيء. معانا الحين زين ورايك ينفع كذاك محمد الهنائي، التقينا في معرض الكتاب ونرحب بك محمد في هذا الفلوج. الله يحييك. وفريقنا في الدعاية والتسويق والإعلان وتغطية الفعاليات والمقابلات وغسيل كواي وكل شيء يرحب بك. الله يحييك. زين، مالك يوم حطينا الكاميرا كذاك عليك فجأة تشنكت ليش؟ هي مش تشنج، لكن كيف أقول لك؟ يعني شخصيتك تحت الكاميرا ما لازم تكون هي نفس الكاميرا. أنت تؤمن بأن الواحد يصنع كاركتر؟ إي ما كاركتر، هو بيسموه البيرسونا. بيرسونا يعني، يعني الناس اللي تعرف، يمكن انت شويه شذيت عن هذه القاعده. ايوه، يعني الناس اللي تشوف معاويه في الفيديو هي نفس اللي تشوفها في الحياه الواقعيه. ايوه، انا يمكن بعدي ما وصلت حال هذه المرحله، لكن بشكل كبير تخطيتها. يعني قبل شويه ربيعنا واهبل وتستعبط وكذا، فجاه تو الاستاذ محمد الهنائي. لا لا، يعني تخاف انه هذا يؤدي انه البعض يتقرع عليك؟ لا لا لا، ما يلا علاقه. الناس ممكن حتى تتجرع عليك حتى لو انت كنت رسمي، فاهم؟ لا انا واقع ذي واقد صراحه، القى واحد يبيع ويشتري فيي ويتمسخر علي وانا مقبل عليه وهاش وباش. تواجه هذه المواقف؟ ما صارت معي ابدا، بس ما انت اول واحد يقول هذا الشيء. انا اذكر مره كان في واحد من الشباب شاعر، تخيل كذا جالس يمشي وجا واحد وضربه من ورا في الراس، بحكم ان هذا الشاعر هو عفوي في السناب شات، فاهم؟ لا فهو انا احس انه بما انه ما في ثقافه انك انت مثلا جيت تستأذن من الشخص قبل عن تصور، بعدها ما بذيك الدرجه. يعني انا يمكن توايت وصلك صور مصورينك من بعيد، هي انا هذه اغضب فيها يعني. ايه، لانه هو تعدى على خصوصيتك. لا لا، انا بالنسبه لي هذه يعني حتى اوصل بعيد يعني. شفت كيف؟ عشان يعني كذا مثلا انا اوصل بعيد يعني، فعلا بدون اذني اوصل بعيد واوصل للشكوى واوصل لكل شيء. اي، لانه هو تعدى. واجهت هذا الشيء؟ تواجهت بشكل كبير، لدرجه انه بعدين قمت ما اطلع مع اهلي، فاهم؟ لا وحتى كثيرين اللي هم يكونوا في وضع انهم شخصيات عامه. اذكر في شخص مخرج بحريني، لا سعودي، التقيت فيه في البحرين وقبلها بيوم كان بيتكلم عن نفس الموضوع. انا التقيت فيه، انا عارف هذا شخص مخرج صوره، كان مع عائلته في المول، اشرت علي من بعيد انه لو سمحت اذا ممكن بنصور معك بنسلم عليك. والله الرجال جاء وتفهم وكان بشوش جدا. ليش؟ لانك انت يعني بعد، على فكره في ناس احيانا انت لما ترفض انك مثلا تجي، لانك انت هو يمكن مع اهله، يمكن مع امه، يمكن مع شيء، يزعل. او اطفاله يطلع في السوشيال ميديا. بالضبط، تقول انت متكبر وانت يعني ما تقدرنا، وان نحن سبب في انك انت وصلت، وان نحن سبب في هذا. فالموضوع هو موضوع ثقافه، زين، لكن في نفس الوقت انت لازم تحد حدود. انا ما شفتها من زاويه ان الناس بتتجرع عليك. لا، اوقات لما تكون لك طبيعتك عفويه وتظهر بها، تلقى البعض يظن انه خلاص انت ليش ما مسوي حواجز ومعنا نكسرها. جميل، ما هذا موضوع ما كثير. بس بضيف حاجه، تعرف ان مثلا في شخص هو صار له مثلا يتابعك 5 سنوات، يشوف فيديوهاتك ويقرا كتاباتك، فهو استحقاقه عالي، حرفيا يعرفك. بالضبط، بس أيوه. انت ما تعرفه. ايوه، بس هذا دائما من اول لحظه تعرفه انه محب، من اول اللقاء، من بدايته يعني. وهذا دائما يكون له استحقاق عالي يعني، هو يكون في المرتبه الاولى يعني. دكتور هلال الضامري، صندوق المغامره. نعم. طبعا السياكل والدراجات هذه. نعم. عالمك. لو قلنا لك حكم على هذا الكتاب، كتاب دراجه الهوائيه، كلما ابت دراجه الى البيت، اللي هو جهود دار نثر. نعم. واخونا العزيز الدراج حمود شكيلي، لازم. نعم. تلقاه. صحيح. وقلت لك حكم على هذا الكتاب من عنوانه، ما الذي تتوقع أن تجده في هذا الكتاب؟ حقيقة يعني أول شيء نشكر حمود على هذا الكتاب، لأنه طلع شيء عماني عن الدراجة الهوائية. أنا لما شفت الكتاب توقعت فيه أشياء فنية، حاجات عن أنواع الدراجات أو شيء، لكن لما فتحت الكتاب ورحت أشوف الأشياء اللي فيه، هي عبارة عن قصص وحاجات حلوة عن شخص كان يمارس هذه الهواية، فتكلم عن أمور مختلفة على ما يبدو. أدفنشر بوكس، أنتو عندكم خطة جديدة قادمة في الطريق. صحيح. وستكون في المعبيلة.
صحيح. وستكون على هيئة تكبير مشروعكم. أيوة بالضبط. مو دع مو ت... مو نتوى. هل بتبيع هذا الكتاب معك في الرفوف؟ والله بنتكلم مع حمود أكيد. زين تكلم مع حمود. نحتاج هذا الكتاب بالضبط. لأن إحنا ترى مهمتنا هنا نضبط. أيوة. الدراجين وكذلك أنت تحول دراجة لا تقرب أدبي. صحيح صحيح. وفي كتاب بعد جاي قادم. أها. عن سياحة دراجات في عمان برعاية طبعا صندوق المغامرات. صندوق المغامرات شكرا. لكن إن شاء الله هذا يعني مشروع قادم بإذن الله تعالى راح نتكلم عنه لاحقا بإذن الله. إن شاء الله. وإن شاء الله أنت تكون أول الناس اللي تتكلم عنه. إن شاء الله. يمكن حتى أكتب فيه. ليش؟ واينت برك. أنا المضحك في قصتي أنا كنت كمك، كنت 4-5-6 أشهر أطلع دوبي حلاق استلم كتابه راجعه حصل 100-200 ريال ادفع به ما يكفيني للحياه وكل مهمتي في هذيك الدنيا جالس تحت لوحه المفاتيح كذا عندي حلم تطوير مهاره تسمح لي في يوم من الايام اني اتفرغ للكتابه. اوكي زين. فجاه قلت انتفض على وضعي تعقد، دخل في إدمان، دخل في سلوك مرضي، دخل في يعني تعقيدات اللي كل حد الآن يعرفها ومعلنة يعني كل حد يتابع ذي القناة على الأقل يعني. فقالت ديك حالة الانتفاضة إنه لا انهض استيقظ انهض افعل شيء. وبديت بدراجة، دراجة هوائية وأكسر ذيك عقدة العزلة لين أصبحت أساس حياتي خارج المنزل.